那どれ？あ、久しぶりに。Nej, inom mig där inne. Alltså jag heter London Queen. Men vi kan ha. دونك دخلوا عندهم من الويبسايت ديال الناس، اش كليكيو عليه نخلي لكم هنايا، ضغطوا عليه يطلع لكم جوج الطلبيه ديالكم. بصراحه خذوا ما غاديش ندموا عليه، غزال ما شاء الله. لن ينسانا الله سيبدينا من الغيب حلا وفقك امانينا وفقنا في كلها في مسارينا وهبتنا وفقك امانينا وفقنا في كل زين كنت ديما كيسولوني عافاك صوفيا شي برودوي لي كيصفي البشره شي حاجه لي زوينه للبشره فبغيت نبارطاجي معكم هذا البرودوي اللي سميتو ايروكا بيبي فيس لي كيعالج جميع انواع مشاكل البشره كيصفيها كيعطيك بيبي سكين يعني كتولي البشره ديالك بحال ديال الدراري الصغار كيرطبها كينقيها من الحبوب كيدير كل فالمنتوج هو هذا سميتو ايروكا غنخلي لكم الويب سايت ديالهم الناس اللي بغاو يطلبوه طبعا هو منتوج ديال البنات وديال الدراري يعني ماشي غير ديال السيدات فقط وانما حتى الدراري اللي عندهم لابو ديالهم لونا فيهم الحبوب فيهم ليطاش بغاو يتبعوا ان تريتمون عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين اخباركم كنخبر لكم ياكم المهم راه كنحاول انني ما نغبرش نبقى نطلع لكم مره المهم البنات والدراري اليوم بغيت نهضر لكم على واحد البرودوي اللي بزاف منكم ديما كيسولوني عافاك صوفيا شي برودوي اللي كيصفي البشره شي حاجه اللي زوينه للبشره كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين اخباركم السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين اخباركم اللي بغيت نقول اليوم هو اول حاجه بدا شكرا جزيلا لكاع الناس اللي هنئوني على الزواج وباركوا ليا لا من صحابي لا من يعني من اقرب الناس حتى المتابعين فكنشكركم وكذلك كنشكر كذلك الناس اللي دخلوا عندي وسبوني وقالوا لي حقا وانتي اصلا كنا عارفين انك راه ديري الحجاب غير على قبل الراجل حيت غتزوجي حيت المهم بعدا كتفرجوا في الحلقه فحتى هاد الناس هادو يعني كما كتشوفوا بحال هاد الميساجات هادو كنبغي نشكرهم على تخفيف الذنوب وعلى الحسنات اللي هديتوني في هاد الكلام ديالكم حقا قالتها فلانه راه قالت بلي راه لحت عليها الخرقه حيت غتزوج حيت راه قال ليها خليجي حيت صحيت بزاف ديال القيل والقال فانا البارح بحالي بحالكم كندخلت انا الانستغرام وكنلقى جميع الصفحات ديال الانستغرام ناشرين خبر زواجي
والامر اللي صراحه صدمني. ولكن شوفوا لاني انا هادشي اصلا كنت عايشه وكنت عارفه، فعلاش ما هضرتش على الموضوع وعلاش البارح ما قلت لكم حتى شي حاجه، خليتكم حتى تفرجوا في الحلقه ديال اليوم باش تعرفوا الحقيقه ديال السوشيال ميديا كيفاش دايره. وانا من وحده من هاد الناس، وحده من هاد الناس اللي تضروا جدا من 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 الانستغرام، وحاولت تلفقوا لي حوايج اللي ما فياش. تعرضت لجميع انواع التنمر، تعرضت لجميع انواع الطعن في الشرف، تعرضت لجميع انواع اي حاجه خيبه تقدر توقع لشي واحد في السوشيال ميديا تعرضت لها مؤخرا. وذنبي هو انني كنت كنشارك مع الناس حياتي بدون تصنع، كنت كنعطي نيتي للناس، كنت إنسانة عايشة حياتها عادي جدا، درويشة داخلة سوق راسي، فوليت تنعت بالعهر، تنعت بقلة الحياة، تنعت بزاف الحوايج. الحاجة اللي ما عمرني أنا يعني تعمدت أنني نبينها، ولكن شفتوا بحال هاد الصفحات اللي نشروا البارح خبر زواجي يعني وزوجوني، وكلشي كيهضر في لي كومونتير، كلشي كيهضر في فيسبوك، صوفيا راه تزوجات، حق داكشي اش دارت الحجاب. يعني شفتو فقط مقطع من تيزر كتسولني المذيعه واش مغربي، وقلت اه طبعا مغربي، ما كنتش نتفاهم